للاسف ولا التاثير بنسبه وعدد المتابعين. وهنا ظلمه الناس اللي راهم يتعبوا ويديروا في محتوى هادف لانهم ما عندهمش متابعين كبار طبعا. بسبب انهم الناس يشوفوا المحتوى تاعهم ممل والله متعب وبالك في غالب الاحيان ما يفهموش. لهذا الشيء يحاولوا يتجنبوه ويروحوا للحاجه البسيطه كما قلت لك المحتويات اللي يقولوا عليها الناس محتويات تافهه. فهنا غلبت عليها الطابع الجماهيري الكبير فهنا ينقلب الى مؤثر ومن مؤثر الى حاجه ممكن اسوء ولا خطيره.